السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جولتنا النهاردة هنروح عند مكان من الاماكن فعلا المميزة في سوق الخميس، وهو نشأة يوسف زكي. ده موجود في سوق الخميس وسط مساكن المطارية الجديدة جنب مول العمدة، يعني بيبقى خلف مستشفى المطرية على طول، وبنمشي له الطريق ده زي ما انتوا شايفين كده. هنوصل عنده وهعرفكم ايه الحاجات اللي موجودة الجديدة عنده، والاسعار بصراحة عنده زي ما هي، خامات وقطن 100%. بصراحة الاسعار حلوة جدا، وهوريكم بالصوت بدون مونتاج. تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش اللايك يا حلوين، وتابعوا الفيديو. 70 70 جنيه ايه؟ لا لا، بس ده كبير، ده ب70 يا جماعة. ده ايوة بس 25، ده ب70. وده على كام يا حبيبتي؟ ده ابيض بس، ده بيقول على 12. ده بتاع مطبخ ده ولا فوط ايه دي؟ على فكرة تنفع فوط مطبخ وفوط سفرة برضو ب 12.5. عاملة 12.5، دي ب 12.5 يا جماعة. بصوا بصوا الفوط دي، البشكير ده على 70 جنيه. 70، بصوا شكله، خامته على فكرة كبيرة جدا وتحفة. 70 جنيه يا جماعة. أنا سأل عليه بره كان ب 120، ده ب70. خامته حلوة أوي تقيل. الفوط دي على 12.5 بس كبيرة. بصوا تنفع للمطبخ أو تنفع على فكرة تنفع للسفرة كمان. بصوا في منها ألوان كتير، بصوا أهي حلوة أوي. الخامة بتاعتها تقيلة، يعني الخامة بتاعتها بصراحة روعة. وبرضو دي على نفس الكلام بخديه، تنفع برضو للسفرة، خلوا بالكم. دي ب12.5 اهي. بصوا في منها الوان كتير، يعني الفوطة دي في منها كذا لون اهي، وخامتها بصراحة تقيلة، في منها الوان كتير اهي. بصوا اللون ده والالوان اللي هي دي، وفي اللي هي الرصاصي، مش في الابيض كمان اللي عايز ابيض، يعني في حتى الابيض موجود اهو ب12.5. هنشوف دي كده على كام. دي على كام؟ دي على كام؟ يلا ناس نفرتيتي ايه يلا؟ خليني بس. نفرتيتي ايه يلا؟ دي على كام دي؟ دي على كام؟ 65. دي ب65 يا جماعة، بس كبيرة على فكرة، أكبر من التانية. دي ب65، استنوا كده نفردها. دي ب65. سكي كده ثواني. 65 بس حلوة، شكرا يا حبيبتي. دي ب65 جنيه. لا خلاص حلو، لا حلوة ماشي يا حبيبتي، شكرا. بصوا دي برضو زيها بس دي تقيلة، دي الخامة بتاعتها تقيلة. خدي حطي في الشنطة اللي معاك. برضو على 65 جنيه، بس يعتبر ايه؟ خليه يشوف لك الخامة. ايه؟ بصوا دي حلوة قوي، دي برضه دي على 65. ده بشكير، ده بشكير كبيرة. بصوا 65 برضه. بصوا الألوان كتيرة، يعني دي على فكرة خامتها قطن وتقيلة، قطن وتقيلة أهي. بصوا كده من هنا، امسكي لي حبيبتي طرفي دي كده معلش. أيوة بصوا دي أهي 65. بصوا كبيرة، ده بشكير، بشكير ده مش فوطة بس هي كبيرة، دي اللي ممكن نقول فوطة برضو، بشكير كبير. 65 يا جماعة دي كلها. نروح على حاجة تانية كده هنشوف هنا. دي على كام دي؟ 50 في 50. دي على كام؟ دي كام؟ 7.5. دي اللي تحتيك 7.5؟ دي ب 12.5 اللي في ايدك انت.
انما دي بسبعة ونص صح؟ سبعة ونص. دي بسبعة ونص. ما عندكش غاليين بجد؟ دي بسبعة ونص اهي. شايفين دي برضو خبيتها قطن على فكرة تحفة تنفع للسفرة بقى قمر جميلة جدا سبعة ونص يا جماعة بس خامتها تقيلة شوية يعني بصوا جامدة ممكن ايه اهي اللون واحد بس اه انا شايفه على طول دي بالذات ليها لون واحد هي للسفره دي صح؟ هي ناشفه مرتجعه وانا اشتري تاني طب ما تديله للوقت من على الشنطه تحط واحد قدام هي ناشفه و ب 7 ونص تمام تعالوا نشوف الحتت اللي هي استنى نشوف دي على كام هي دي برده ب 12 ونص دي ب 6 جنيه ونص دي 6 جنيه ونص بصوا دي بستة ونص في منها الوان بقى كتير اللي هي دي بصي بس كبيره شايفين شكلها دي كبيره قوي بصوا يا جماعه حلوه برده على 6 جنيه ونص في منها الابيض اهو وزي ما انتم شايفين في الاخضر الغامق ده وفي اللون ده كل ده على 6 ونص احنا شفنا ده كده يلا نشوف حاجه تاني هطلع كده عشان نشوف حاجه كمان تعالوا معايا برضو عشان هنسأل على حاجات تانية كده آه بص دي على 25 اهي مسكي حبيبتي معلش ترفعها كده بصي آه دي اه ب 25 شكرا شكرا آه ما فيهاش ولا غلطة ولا حاجة بس بص خامتها 25 يا حبيبتي بصي دي يا جماعة ب 25 في بقى منها ألوان بصوا الألوان بتاعتها كتيرة وخامتها تقيلة يعني تنفع مثلا هنغطي بيها ركنة هنغطي بيها انتريه هنغطي بيها حاجة كده على فكرة تنفع كملاية كمان الملاية للسرير الأطفال الصغيرة آه يعني تتفرش فوق الملاية ناعمة وحلوة على فكرة تنفع شال كمان تنفع كشال بصوا ألوانها حلوة في منها اللون ده واللون ده واللون ده يعني في منها ألوان كتير كلها على 25 ومشيتها قطن برضه والفوط دي على كام؟ ده حلو قوي ده. ده على كام؟ 30 يا باشا 50 ده ب 30 ده 50 بصوا الفوط دي على 30 بس بصراحة تقيلة جدا تقيلة بصوا لا يعني أنا عايزة أوريها لكم شكلها عامل إزاي تقيلة فعلا بصوا ب 30 جنيه بس تحفة ب 30 شايفين حلوه قوي وسعرها 30 جنيه وبصراحه الخامه بتاعتها تحفه اللون ده تحفه يا جماعه رصاصي مع ابيض شكله شيك جدا ب 30 زي ما انتم شايفين اهو في بقى اللي هو اللون ده برضو الشكل ده يعني ممكن دي نقول فيها عيب شويه اللون بتاعها بصوا هنا عامل ازاي بس اكيد مش كله كده يعني في اللون ده والابيض في اسود في منه برضو البيج اللون ده برضو اهي بصوا شكلها ب 30 دي متهيألي بخمسه قال لك ايه بقى متهيألي بخمسه دي بخمسه جنيه دي في منها الوان كتير اهي في اللون ده دي كلها على خمسه بس خامتها تقيله يعني حلو لا يعني انا باخدها كده افتح بقى يا باشا لا ما تستحملش الماء تهيألي تنفع للحمام او لل والسرير اه والله ايوه ماشيه كده مكسوفين ليه؟ مش متجوزين؟ بس انا بقى باخد ما صاحبهم ايديا وانا قاعده على السرير كده بعد ما باخد كده مش بخمسة يا حبيبتي بخمسة فين الباب يا ابني؟ خلينا نشوف حاجة تاني دي على كام قال لك؟ 35 هي كانت استنى يا ام 35 دي بس حلوة اهي بصي دي ب 35 بس حلوة بصوا بس كلها لونها ابيض هاي اللون بتاعها كله ابيض بصوا 35 35 بس تقيلة بصوا قامتها تقيلة قوي
وده على كام دي؟ 35. دي برضو؟ دي 35 برضو بس خامتها حلوة. 35. هنشوف المفارش دي برضو على كام؟ دي ب 190 جنيه معاها كيس وخدادية ب 190 يا جماعة، اللي هي دي الكوفيرتا. الكوفيرتا دي يا جماعة بصوا ألوانها كتيرة اهي، ده ب 7.5، ده ب 7.5 ده. سبعة ونص ده أكيد في الكيس اللي ورا. بصوا ده شكلها 7.5. هنشوف كمان دي كده. قال لك بكام دي؟ ودي على كام؟ دي ب 45 يا جماعه. بصوا الكوفيرتا بيقول 190 معاها خداديه، دي بيقول انا نسيت والله العظيم. قلب كام؟ 45 جنيه دي بس كبيره بقى. بصوا شكلها دي ب 45 جنيه، ركزوا معايا عشان انا بنسى. دي ب 45 جنيه دي. في بقى منها الالوان دي، بصوا اللون ده حلو قوي، لون لبني بس لون لبني خفيف، واللون البامبا بصي بصراحة تقيلة وكبيرة 45 جنيه، واللون اللي هو زي الأخضر شوية اهو 45 جنيه، يعني فيها ثلاث ألوان. دي الكوفيرتا اللي احنا قلنا عليها، مش عارفة دي بقى على كام. دي على كام؟ على كام دي؟ دي ب 25 جنيه، دي ب 25. بصوا بس الالوان بتاعتها متهيألي اكترها ابيض. بصوا اللون بتاعها هي حلوه وتقيله ب 25 جنيه دي، بس فيش منها الوان كتير، يعني اللون الابيض وده ودي. مش عارفه هي دي غلطه او ممكن مش عارفه تتشال ولا لا، ما اظنش ان هي. في اللون ده كمان، بكام اكياس المخدات ده؟ 7.5. خداديات اه ب 7.5. اه بص ب 7.5 بس حلو والله خامتها حلو. اه لا جميله. بصوا دي للخداديات برضو بس لونها، يعني هي في الالوان انت متهيألي ثلاث الوان. في اللون الاصفر ده هو بيقول ب 7.5 بس ده كبير، ده بص شكله حلو واسع وكبير، ده للخداديات الكبيره للشلاتي للشلت 7.5. اه لا لا في واحد كبير اهو للشلتيات الكبيره ده. وبصوا ده كياس برضو، كياس مخدات اهي، دي كياس المخدات بتاعه السرير متر يعني. بس دي متر شكلها. بس اللي جه معاكي بس حاجه زي كده مقلمها تاني مقلم؟ اه ارميه لي. طب خد اهو. بص ده المقلم ابيض كبير قوي، دي واحد ياخدها ويدخلها بجنب. وفي كمان اللبني. اه بصوا الكيس برضو متر. استنوا لازم الحاجه تقع اهي، ده كيس بس حلو يعني برضه. تعالوا نشوف حاجة تاني. ده على كام اللي بتقول اللي بتنقوا منهم؟ 16 الكيس. ده ب 16، 16 جنيه الكيس من ده يا جماعة. السوق كبير بس ده متر و متهيألي متر و20 كبير اهو. 16 جنيه يا جماعة. كل واحد عامل كوم قدام منه كده ياخده عشان انتوا كده مغطيين الصناديق. بصوا ان القماشه دي حلوه قوي، ناعم ناعمه جدا. بصوا برضو دي اكياس كبيره اهي، يعني في منها المخطط اللي انتوا شايفينه ده اهو ب 16 جنيه،
انت بتقول 16 ولا 16 ونص؟ 16 جنيه ده. بصوا في المخطط اهو ب 16، وفي المشجر او اللي معمول عليه رسومات والساده، بصراحه ده حلو. حاجه مش بتاعتي من رايي، ده قمر تحفه جدا وناعم قوي قوي قوي. تعالوا نشوف بقى ال ده الكبير ده بقى ال بصوا ده حلو قوي. تعالوا نشوفه كده. اللي بشكير ده على كام؟ ده ب 60 جنيه. بصوا بس كبير ده ب 60 جنيه يا جماعه. بصوا بس مش عارفه ليه كله لون يعتبر، بص ما فيهوش الوان كتير. لا يابا بصوا بصي بصراحه حلو يعني. بصوا الخامه بتاعته تحفه وقماشته كويسه جدا. بكام بقى؟ ب 60 جنيه. ب60 يا جماعه. في يعني يعتبر في الوان بس اللي من فوق كانوا الاسود بس. بس طب ما ده اللون ده حلو اهو. بشكير برضو كبير خلوا بالكم، بس يعتبر ايه خفيف شويه عن اللي احنا شفناه في الاول. بصوا اهي قطن برضو. طبعا يا جماعه الناس النهارده على بعضها. الكيس ده على كام يا حبيبتي؟ استنوا نسأل، نسأل تاني. ال 120 اهو 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 اهو. لا ال 120 انا شايفاه بره. خلاص كده. مفيش فضلات هنا؟ في فضلات؟ ده ب 13، ده ب 13 جنيه يا جماعه ده. بصوا الكيس ده خدديات برضو، بس اظن ان هو متر برضو اهو ب 13 جنيه ده. بصوا اهو ب 13. في بقى منه الالوان اللي احنا شايفينها دي، كله ده 13 جنيه. والكبرتيات الكوفرتا عامله 190 جنيه. حلوه والله جميله. والثانيه جميله برده عشان فيها بامبا. 20 برده يا جدع كده حلوه فعلا. بص دي كلها كده. دي الاكياس بتاعت ال دي الاكياس بتاعت الكوفرتيات. الكوفرتا معاها كيس زي ده. طبعا دي اشكال اهي او الالوان اللي موجوده. بصوا بصوا مش عارفه انا هنا دي عامله كام بصراحه، بس هسالكم ده كام. دي ب 15 جنيه الفوطه دي. ب 15. بصوا 15 اهي. خمستاشر شايفين؟ بصوا الأكياس دي تحفة، خامتها حلوة أوي. ده قبل كده قال لي كان 45 جنيه. استنوا نسأله تاني يمكن سعره اتغير. ده اللي بيغطي الحاف، قصدي المراتب. نسيت اقول لكم ان هو بيبقى يوم الخميس وكل يوم ما عدا يوم الاحد بس اللي بيكون اجازه. ب 65 دي يا جماعه. 65 بس كان في 45. بصوا اللي هي بتبقى ليها استك كده الصغيره على فكره ب 45. كان في ب 45. 190 دي. حلوين على فكرة، خامتهم حلوة، الخامة بتاعتهم حلوة. 190. تعالوا كده ندخل جوه برضو ونشوف الحاجات اللي عندهم جوه. ده على كام؟ انا اشوف ال 10. ده ب 10 جنيه. بصوا يا جماعه تحفه كبير بقى. ينفع على فكره ينفع، عارفين ايه؟ اكياس بتاع ده انتريه، اللي هي الشيلات بتاعه الانتريه، شيلات بتاعه الصالون كبيره اصلا، مقاسها كبير. بصوا ب 10 جنيه اهي. بس بصوا الوانها مش كتير يعني، انا شايفه كمان. بصوا اللون ده كمان، دي اكياس خداديات اظن يعني. لا دي حاجات تانية.
لا دي يا جماعه بخمسة جنيه، دي دي بخمسة. كده هنخلص الفيديو لحد هنا، واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم جوله جوه المحل، هنشوف ايه الحاجات اللي موجوده عنده وايه الحاجات الجديده كمان. وزي ما انتم شايفين اسعاره بصراحه يعني يعتبر ارخص من اي مكان عنده، الفوط، الملايات، الكوفرتات، الانترات، البيضات، برغونس، كل حاجه موجوده عنده، وكل الخامات اللي موجوده قطن 100%. وكمان المكان بتاعه هنا في مساكن المطريه الجديده بجوار مول للعمدة خلف مستشفى المطرية على طول، يعني مكانه سهل وبسيط جدا، يعني اللي عايز يوصل اسهل الطرق ممكن توصلكم لنشأة يوسف زكي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. وعايزة اعرف رأيكم في الفيديو، يا ترى كده على الطبيعة بدون مونتاج افضل ولا لما اكتم الصوت واسجل لكم تسجيل افضل؟ اتمنى ان انتوا تردوا عليا وتقولوا لي ايه رايكم كده احسن ولا بالمونتاج احسن. مع السلامه، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله.